تسمحوا لنا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نستعرض مع مراسلتنا العزيزه مريم سميح اخبار النادي الاهلي الاخيره والكواليس كمان والفرق المختلفه. مريم صباح عليكي طبعا، صباح الخير. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا فاروق، صباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون معانا فيها كل الامور والمستجدات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم والفرق الرياضيه الاخرى. ولكن قبل اي كلام وقبل اي اخبار لازم اضم صوتي لصوتكم طبعا يا نهاوند ويا فاروق، ونعزي كل اشقائنا واخواتنا الشهداء في غزه وفلسطين. الحقيقه احداث مؤسفه بيشهدها العالم العربي، ولكن ان شاء الله ان شاء الله نصره قريب جدا. ويعني الحقيقه ان احنا كلنا سواء اهلاويه او غير اهلاويه او كل المصريين يعني بنشعر بالحزن الشديد لهذه الاحداث، ولكن ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى ان هذه الاحداث المؤسفه تنتهي عن قريب جدا. خلينا بقى ننتقل لاخبارنا ونبدا بالفريق الاول لكره القدم. الحقيقه يعني اثناء حديثنا دلوقتي هم خلاص تجمعوا، لان حقيقه المران كان التجمع في تمام الساعه 10 صباحا، والمران هيبدا في تمام الساعه 11 صباحا، ده طبعا قبل مغادره القاهره. هيتوجه طبعا الفريق الى تنزانيا لخوض اكيد يعني المباراه الاولى او الذهاب دور الثمانيه امام سيمبا التنزاني. الحقيقه طبعا هي مباراه هامه جدا، وكان المران سواء يعني امس او اول امس او خلال الفتره الماضيه عقب التوقف الدولي اللي الحقيقه استمر لمده 5 ايام حصل فيها الفريق على يعني راحه سلبيه، النهارده المران طبعا الاخير قبل التوجه لتنزانيا لكل المشاركين. وخليني اقول لكم يعني بعض اهم الملامح اللي حصلت في مران الامس. الحقيقه ان مران الامس كان في مشاركه كل الدوليين عقب طبعا عودتهم من المشاركه في وديتي زامبيا والجزائر، والحقيقه ان مستر مارسيل كولر حرص ان هو يعني يقيم اجتماع معهم او يعني زي محاضره معهم على هامش المران، اطمأن عليهم. وكمان يمكن كان ليهم يعني تدريب خاص وتدريب استشفائي، ده طبعا يعني تخفيفا للاجهاد العضلي والحمل البدني اللي اكيد كان يعني كبير عليهم جدا خلال الفترة الماضية أثناء تواجدهم مع معسكر المنتخب المصري. يعني خليني أقول لكم كمان أن دكتور أحمد جبالله دكتور الفريق او رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم، الحقيقه ان هو اكد ان كل الامور الخاصه بكل المصابين خلال الفتره الماضيه يعني كان في اشعاعات طبعا وكان في برامج تاهيليه جديده، والحقيقه ان هو يعني طمئن كل جماهير النادي الاهلي ان الامور مستقره وان الاشعاعات الجديده كمان يعني دلت على ان هي مطمئنه للغايه، وان هم هيشاركوا بشكل طبعا يعني طبيعي خلال الفتره المقبله مع بقيه الفريق والتدريبات الجماعيه سواء سوليا كريم فؤاد ويمكن كمان عدد من المصابين ابرزهم محمود متولي. فالحقيقه ان شاء الله بنامل ان يكون كل المصابين في حاله جيده جدا وان هم يشاركوا في التدريبات الجماعيه ومن ثم بعدها يشاركوا طبعا في المباريات. كمان يمكن اليو ديانج واحمد نبيل كوكا شاركوا في مران الامس، وكل الدوليين كانوا موجودين باستثناء طبعا علي معلول اللي يمكن كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي يعني تواصل معاه لان هو هيلحق ببعثه النادي الاهلي طبعا في تنزانيا، يمكن لم يلحق بيهم في القاهره ولكن هيلحق بيهم على طول في تنزانيا. بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله في اولى مواجهات ذهاب طبعا امام سيمبا التنزاني، وزي ما احنا عارفين ان هو ان شاء الله يعني في حاله الفوز هيستقبل او هيلاقي طبعا سواء بيترو اتلتيكو او سان داونز، ولكن الحقيقه طبعا ان كل المؤشرات بتقول ان هو هيكون سان داونز. بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي اللي خلاص يعني بعثته هتغادر كمان ساعات قليله جدا الى تنزانيا. خلينا بقى ننتقل لسله الاهلي ورجال سله الاهلي طبعا بعد غد ان شاء الله في نفس يوم مباراه النادي الاهلي امام سيمبا التنزاني هيكون عندهم مواجهه مهمه جدا طبعا رجال سله الاهلي امام الزمالك في السوبر المحلي واللي هيقام في البحرين، هتكون في تمام الساعة 7 مساء. ومن بعد كده بقى بعد عودتهم إن شاء الله هتكون أولى مواجهتهم المحلية أمام نادي الشمس، هتكون يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري، ده طبعا في بطولة الدوري. أما بقى بالنسبة ل يعني سيدات سلة الأهلي بعد الانتهاء من الدورة المجمعة الأولى والدورة المجمعة الثانية في الدوري هيكون بقى يعني أولى مباريات دور ال 16 أمام طبعا التوفيقية إن شاء الله هتكون يوم الجمعة في تمام
الساعة 6 مساء. كمان يعني يمكن رجال يد الأهلي امبارح حققوا فوز مهم جدا على البنك الأهلي بنتيجة 38-24، ده في الجولة 10 من دوري المحترفين، وبكده بقى يكونوا حققوا العلامة الكاملة في 10 جولات اللي خدوهم، سواء يعني قبل حتى توجههم لكونغو طبعا، ويعني بعد ما فازوا بكأس البطولة الإفريقية للأندية. الحقيقة أن كانت أول مواجهة ليهم كانت ترسانة والجزيرة، وبعدها البنك الأهلي اللي كانت مساء أمس واللي أقيمت فيه تمام الساعة 8 مساء، قدروا فيها أن هم يحققوا بقى 10 فوز على التوالي بعد كل المباريات الماضية في دوري المحترفين، وبكده أن هم بيتصدروا جدول الترتيب وحققوا العلامة الكاملة. أما بالنسبة بقى لسيدات يد الأهلي، إن شاء الله هيكون عندهم برضو يعني أولى مواجهتهم في أو أولى مواجهتهم المحلية في الدوري، هتكون بعد غد أيضا يوم الجمعة أمام البنك الأهلي. أخيرا بقى يمكن على مستوى الألعاب الرياضية الأخرى، الحقيقة إن سباحة الأهلي حققت بطولة الجمهورية أو الكأس العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، سواء على مستوى عمومي سيدات ورجال وأيضا ناشئين وناشئات. الحقيقة أن كانت البطولة بتقام في مدينة الإسكندرية، أقيمت بدءا من يوم 13 وانتهت مساء أمس، يعني من 13 حتى 17 من أكتوبر الجاري. والحقيقة يعني أن سواء فرق العمومي أو فرق الناشئين والناشئات قدروا أن هم يحققوا فيها المراكز الأولى قبل طبعا ما يحصدوا الكأس العام لبطولة الجمهورية. والحقيقة يعني أن دايما فرق السباحة بتحقق أرقام كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، وكان آخرها يعني مساء أمس بحصد الكأس العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، سواء على مستوى العمومي رجال وسيدات وأيضا ناشئين وناشئات. دي كانت كل الأخبار اللي كانت معانا النهاردة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. بشكرك على الجولة الإخبارية الشاملة يا مريم، بشكرك جدا زميلتنا العزيزة. تغطية مميزة دايما يا مريم، كل الشكر لمريم سميع.